رائد، يعني الجديد هو نجاح مفاوضات التهدئة في غزة برعاية مصرية وبرعاية الأمم المتحدة. كيف هي الأصداء لديك؟ وإذا ما كان هناك جديد، هل ما زالت السلطة الفلسطينية تصر على مطلبها وهو مسألة الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، أم اختفى هذا المطلب بعد نجاح المفاوضات يا رائد؟ بالطبع هناك إصرار من قبل كل الفلسطينيين على عقد جلسة، وذلك لحماية المدنيين الفلسطينيين، لأنه هذا يتكرر كل فترة وأخرى. إسرائيل تستهدف المدنيين بشكل واضح، وكذلك تستهدف البنايات، المحال التجارية، فيجب أن يكون هناك وقفة أممية وكذلك لمجلس الأمن وحتى للدول العربية للتدخل للجم إسرائيل عن تصرفاتها العدائية تجاه الشعب الفلسطيني وتحديدا المدنيين في قطاع غزة. المصادر الأممية تحدثت عن التواصل ربما أو هناك تفاهمات، كذلك مصادر مصرية، ولكن هذا مرتبط، إسرائيل تقول نوافق على ذلك، لكن هذا مرتبط بسلوك حركتي حماس والجهاد الإسلامي. ماذا يعني هذا؟ بأنه إذا توقفت المقاومة الفلسطينية وتحديدا حماس والجهاد الإسلامي عن إطلاق الصواريخ باتجاه المناطق القريبة من حدود قطاع غزة، والمقصود هنا مستوطنات غلاف قطاع غزة، سنوقف ضرب المواقع العسكرية، وهم يعني أصلا يضربون الأماكن المدنية كما شاهدتم بالصور مع ساعات صباحي وظهري هذا اليوم، وكذلك عدد الشهداء الذي ارتفع تقريبا إلى 25 شهيدا حسب المعلومات، بأنه وقف إطلاق النار ربما، وهذه التفاهمات إذا ما صحت. وحتى أيضا مصادر فلسطينية في القاهرة قالت التفاهمات وكذلك الحديث المصري هو جاد، وبالتالي سيبدأ بعد منتصف الليل بتوقيت فلسطين، نحن نتحدث عن قرابة 20 دقيقة، ويدخل طبعا اتفاق إطلاق النار أو وقف إطلاق النار إذا ما صح، وكذلك إذا ما توقفت إسرائيل عن ضرب قطاع غزة، وكما تقول إسرائيل إذا ما توقفت المقاومة الفلسطينية عن إطلاق صواريخها. لكن هذا لا يعني أنه بعد تمام الساعة 12 ليلا أو حتى بعد منتصف الليل ألا يسمع المواطنون الفلسطينيون أصوات انفجارات بجوار منازلهم أو حتى في مناطق خالية أو مناطق رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية، وربما كذلك رشقات صاروخية، وهذا يعني أنه التصعيد يقابله تصعيد، وعمليات إطلاق النار من قبل الاحتلال الإسرائيلي تقابلها عمليات إطلاق رشقات صاروخية جديدة باتجاه المستوطنات القريبة من حدود قطاع غزة. ونحن تحدثنا من البداية بأن عملية إطلاق الصواريخ حتى الآن هي في مناطق قريبة، ولم توسع المقاومة الفلسطينية رقعة هذه المواجهة بقصف مناطق بعيدة المدى، خاصة وأنها اليوم ومن خلال تسجيلات الفيديو التي أظهرتها وهي معنية بالمستوطنين المتطرفين، عندما استهدفت ناقلة جند وقبلها استهدفت كذلك جيب عسكري، وإذا شاهدت هذا الفيديو كان هناك قطار واضح تماما للمستوطنين المتطرفين، ولكن لم تريد المقاومة الفلسطينية استهداف هذا القطار المليء بالمدنيين على حد قولها، وإنما استهدفت الجيب العسكري. نعود بالذاكرة إلى الوراء محمد قليلا، عندما قامت كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية تحديدا باستهداف حافلة تقل جنودا إسرائيليين، عندما نزل وترجل الجنود الإسرائيليون من حافلتهم قصفت المقاومة الفلسطينية أو استهدفت حتى بالكورنيت هذه الحافلة، وأدى ذلك حينها إلى إصابة ضابط بجروح خطيرة، وكانت هذه بحد ذاتها رسالة إلى المستوطنين المتطرفين، إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى بنيامين نتنياهو، إلى الحكومة بأكملها، بأننا قادرون في أي لحظة إلى استهدافكم. وكذلك كانت المقاومة غير معنية على الإطلاق، إذا ما استهدفت هذه الحافلة وهي مليئة بالجنود، هذه نقطة، عدد كبير من القتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين، جد مهمة يا رائد. نعم، يعني مسألة هذا القدرة ربما سيؤدي إلى التوتر شديد. نعم، لديك توتر شديد في قطاع غزة، وربما تقوم الطائرات الحربية الإسرائيلية.